مع عمر مرموش. ما شاء الله عمر أداء ممتاز ما شاء الله، سجلت هدف ويعني وكنت متعلقا من البداية حتى النهاية. في رأيك يعني كيف حافظ اللاعبون المصريون على هذا الشكل الجميل حتى رغم إصابة صلاح التي أحدثت هزة والجميع كان يعني قلقا أن هذه أن هذا الخروج قد يؤثر على الفريق؟ احنا الحمد لله عملنا ماتش كويس وعرفنا نتعادل في الآخر، دي ورت روحنا عاملة إزاي وإن احنا فرقة واحدة وكلنا نلعب على قلب راجل واحد، مش مهم مين يجيب، مش مهم مين يعمل اسيست، مش مهم مين يبقى نجم الماتش، اهم حاجه ان احنا بس نكون فرقه ونكسب كفرقه. كنا بنهاجم كويس قوي وبندافع كويس قوي برده كلنا مع بعض، وكنا كلنا بنجري وبندي اقصى ما عندنا. اريد ان اتحدث عنك بشكل شخصي، انت اليوم لعبت في نهايه المباراه راس حربه، في البدايه جناح ايسر، غيرت مركزك اكثر من مره، وفي كل التجارب ما شاء الله كنت على المستوى. بدايتك المتميزه مع فرانكفورت هذا الموسم، نستطيع ان نقول ناس عادتك على ظهور بهذا المستوى في اول بدايه لك في الكامب؟ الحمد لله بشتغل يعني جامد جدا ان انا ابقى ظاهر بالشكل ده، زي ما انت قلت لعبت فيرويد في الاخر، كنت هاف شمال في الاول وانا في ناديه بلعب فيرويد، فانا متعود العب فيرويد وهنا في المنتخب دايما بلعب هاف، فالحمد لله احنا بنحاول ننفذ المدرب بيقول لنا عليه، وانا طبعا مبسوط جدا بس للاسف ما عرفناش نجيب الثلاثه بونت، بس ان شاء الله احنا مركزين في الماتش اللي بعده. كيف ترى مباراة الرأس الأخضر؟ آخر سؤال، مباراة الرأس الأخضر كيف تراها؟ آخر سؤال، المباراة القادمة إحنا هنحل المباراة المرة الماتش ده ونتمرن ونحاول إحنا نرجع نفسنا للفتنس اللي هو قد ما نقدر، وبعدين نبقى نشوف إن شاء الله يعني داخلين نكسب، منتخب مصر بيخش ماتش غير إن هو داخل يكسب. شكرا عمر وبالتوفيق دائما في القمة.